مباشر. واش معكم من نواحي مدينه الدار البيضاء في المنطقه مع هذا السيده اللي كنشوفوا انا نكون الزوج ديالها اللي فقد البصر وفاش تقدر انها تشوف يعيش واحد الحياه اللي هي صعيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاودي نخسر المشاكل اللي عندك. انا اختي راه هادشي محال بالنسبه لي للمستمعين اجمعين ومسلمين يحنوا فيا. ما عنديش المحل، راجلي كبير راجلي كبير والمحل ما عنديش، وبزاف هاد الناس اللي ساكنه عندهم كيعنفوني كياخذ لي رزق اللي جمعت كياخذ لي رزقي في ما سميتو، ولا الدار كدير معايا كتعنفني مزيان وتطيح عليا الظلم وداك الشيء. انا بغيت شي محل يكون ديالي ونستقر فيه ان شاء الله باذن الله. داكشي اللي بغيت المحسنين اللي كيشوفوا فيا، اللي عطاني شي حاجه راه عطاها لي خر ديالو. ولي انت باغي المشاكل اللي عندك؟ انا عندي المشاكل ديالي هذا اللي كاين. انا يا راه سميتو انا مولا كتر كتعنفني. اش كتضربك؟ ما كتضربنيش، كتعنفني في الجيب ديالي. ليش ما كتضربكش؟ لا ما كتعنفني في الهضره ديالها وداكشي ديالها. علاش معاك مزيان؟ ما كديرش معاه مزيان. شحال كاري عندها انت؟ كاري 12 12000. نعم؟ واش كاري بعدها ب 12000؟ 12000. 100 درهم؟ ياه. شنو كاريه؟ كاريه بيت. بيت راه بيت بوحده كنطيب فيها ونعس فيها وفيه المواعن وفيه كل شيء فيه، كل شيء فيه. يا واحد البيت بوحده وانا وراجلي وبنتي راه لا ورث لها، لا بنتي راه كتنعس، انا كنعس نعاس عيان. هما كينعسوا في الداخل وانا كنعس برا برا سميتو بقايا. ما كاينش فين تنعس، ما كاين تيسان. الزوج ديالك يعني ما كيشوفش؟ ما كيشوفش. لا عندو الابنه ديالها حمراء 12 عام. هي 12 هي كتقرا، هي كتقرا. كتعيشوا يعني واحد الحياه فيها صعيبه؟ لا صعيبه بزاف، صعيبه بزاف. ماشي زعما واحد سميتو نيتلي. والمهم المهم انا واحد الحاجه اللي كنطلب، كنطلب من المحسنين يحسن لها في شي محل نسكن فيها، نسكن فيها انا وراجلي وبنتي، حيت حنا ما عندناش. ربي كيشوف فيا. هو اللي كان المعين، كان المعين يعني ديال يعني هو اللي كان خدام عليا. هو راه ما بقاش عندو رجلي، واحد رجلي راه مزيان بزز باش واقف دابا، وعينيه يعني ما بقى يشوف، ما بقاش كيشوف بزاف. واحد العين كاع عيات ليه صافي فاتلة ديك العين. واحد الا داير نظاظر كيشوف، الا ما دارش نظاظر هو ما كيشوفش، ما كيشوفش. واش عدالة ولا وقع له شي تفكير ولا؟ لا عندو العدسة، كاين دار على العدسة. كي كندار العدسة وسميتو، كي كندار العدسة وصافي هذيك العدسة طفات ليها ما بقاش كيشوف فيها. يعني العدسة ديال الشوف ما بقاش، ما بقاش قالت ليه الشوف. لا دارت هذيك النظاظر كيشوف فيها، إلا ما دارش النظاظر بقاش كاين هكا. كيفاش كنخلص الكرار؟ الناس عارف بحال هكا اللي كيمشي مسكين كيدور، كيدور كيعطيو المحسنين شوية هكا شوية هكا وصافي. هذيك الكرا اللي كنخلص، إما المعيشة، المعيشة عايشين على وترها، ما كاين لا معيشه لا والو. والله العظيم شحال من حاجه ما عندناش. قزانه نبيل، انا بغيت يكون عندي شي محل، بغيت انا شي محل، شي محسنين يحسنوني في شي محل ينسكن يكون ديالي انا وبنتي. هذا الراجل راجل كبير وانا نفقه في الدس. لا مش هذا الراجل نفقه انايا، ما عندي لا خوت لا العائله لا تحت، هادي انا بوحدي معايا على الله سبحانه وتعالى والمحسنين اللي كيحسنوني هادوك اللي عندنا. وبنت كنسكن في الدوار نبي في الكنسة. كنوجه ليهم الله يعطيهم الخير، الله يطول ربي عمرهم، الله يجازيهم بخير. اللي عنده شي حاجه اللي يتمنى شي حاجه الله يعطيها ليه، نطلب ربي يحقق ليهم الحلم ديالهم اللي بغاو عند الله سبحانه. نعم الرقم التليفون ما حبش شخص. يعني من المصروف كله.